واحد بيقول بعض الكهنة يصرحون لنا بتناول البيرة في المناسبات مثل الأفراح والأعياد ورأس السنة، هل هذا صحيح؟ اللي ياخد من البيرة يدور بعدها على حاجة كبيرة وينتقل من البيرة إلى الخمر الأصلية إلى الكونياك إلى الشمبانيا إلى الحاجات اللي معرفش اسمها. والكهنة اللي بيقولوا لكم كده قولوا لهم هاتولنا تصريح كتابي من البابا، وهم لما يجوني اعرف ارد عليهم كويس. اوعى يكون منكم انت ظهر يبقى حكايته وحكايته. لازم الكاهن يعرف الآتي. الكتاب بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة لأنه رسول رب الجنود، فلا يصح أن الكاهن يقول رأيه الشخصي اعتقاده الشخصي، هو يقول العقيدة كما هي عقيدة، وإن قال لحد حاجة يثبتها له بالبرهان من الكتاب المقدس. لكن كل واحد يقول رأيه الشخصي للشعب. وبعدين هو ما قال لهمش ياخد قد ايه الكمية اللي ياخدها من البيرة، هل ياخد كاس ولا ازازة ولا يفضل لغاية لما يقع على الارض. والافراح بتاعتنا والاعياد هي افراح روحية، هي افراح ايه؟ روحية، مش افراح سكر وخمر. والاعياد اعياد روحية، ورأس السنة ده الواحد في رأس السنة بيقف امام ربنا ويطلب منه انه يعطيله النعمة انه يبدأ بدءا حسنا، يبدأ سنة جديدة بطريقة لطيفة روحية. بدل ما يبدأ السنة بالتوبة والتناول يبتديها بالبيرة. انا مش عارف الكهنة دول بيبدوا التصريحات على اي اساس، مش عارف. ولو سكر واحد من دول يبقى الكاهن مسؤول عن سكره، يعطي حسابا عنه. المسيح بيقول كل كلمة تخرج من أفواهكم تعطوا عنها حساب. فكان بالأولى لو كان تعليم على منبر الكنيسة ليه حساب أشد. يا ريت الاب الكاهن ده اللي ادى التصريح ده يبطل الحاجات دي لكي لا يقع في دينونه.